الجو الايام دي متقلب جدا، انا مبقتش عارفه اعمل فيه ايه. شويه تراب، شويه حر، شويه هوا، شويه برد، شويه زغل، كل ده بيأثر اكيد على بشرتنا بشكل سلبي. مع كل المشاكل دي بنكون عاوزين حاجه تساعدنا في حل كل المشكلات اللي بتحصل للبشره. النهارده بقى مع دكتوره دينا ابو السعود هنعرف ازاي كريم بينكي هيساعد في نضاره بشرتنا ويخليها زي النجوم. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا منال، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله حلو الحمد لله. في البدايه كده هندخل في الموضوع على طول. ايه هي استخدامات كريم بينكي؟ استخدامات كريم بينكي، بيقدر كريم بينكي يفتح 5 أضعاف اي منتج تاني. بيقدر كريم بينكي يعالج التصبغات، الهالات السوداء اللي بتشوفيها في سن صغير جدا، ما بقاش علامات التقدم في السن مقتصر على السن الكبير. كريم بينكي بيزيل اثار حب الشباب، البقع، الدكنه، حتى كلف الحمل. استخدامات كريم بينكي كمان يقدر يقضي او يحمينا من ظهور التجاعيد. بيقدر يعمل فيس ليفتنج او شد للبشره، شده خفيفه. طبعا مهم اقول انه من اقوى المنتجات للتغذيه والترطيب مع التفتيح. كريم بينكي كمان بيقدر مش بس يستخدم للجسم، للبشره. كريم بينكي بيقدر يستخدم لعده مناطق موجوده في الجسم. المناطق الداكنه زي بقى ستات كتيره جدا بتعاني من اسمرار تحت الابط، زي الاسمرار في الركبه، الايد، الكوع، الكعب الناشف جدا والكعب الغامق. فنقدر نستخدم كريم بينكي لتفتيح البشره واي منطقه داكنه في جسمي كمان. طيب كل الناس بتسال هل كريم بينكي ليه اثار جانبيه زي بعض الكريمات الاخرى؟ كريم بينكي مختلف، كريم بينكي ملوش اي اثار جانبيه اطلاقا، لان كل مستخلصاته طبيعيه، بلس انه مرخص من وزاره الصحه المصريه، والكريم اللي يقدر يناسب جميع انواع البشره في المقام الاول البشره الحساسه طبعا، وكمان يقدر يناسب البشره الدهنيه. ومع استخدام كريم بينكي اصحاب البشره الدهنيه هيلاحظوا ان الحبوب والبثور والمسامات الواسعه بدات تخف باستخدام كريم بينكي. واكيد كريم بينكي كمان للبشره المختلطه والحساسه، وملوش اي اعراض جانبيه اطلاقا. طيب بنحس بالنتيجه بعد قد ايه من استعمالنا للكريم؟ لو هتكلم على النضارة، على الوش اللي تحسي ان هو نضر من غير ميك اب، انا من اول اسبوع بحس بده، لان كريم بينكي مليان فيتامين سي، بينشط لي الدورة الدموية، بيحفز لي على انتاج السيلف كولاجين. لو هتكلم على علاج تصبغات، علاج هالات سودة، اثار حب شباب والبقع، اكيد بشوف تحسن ملحوظ اول شهر. طبعا طريقه استخدامه ان انا لازم استخدمه مره الصبح ومره بالليل. طيب ايه كمان فوائد الاحماض الامينيه اللي موجوده فيه؟ الاحماض الامينيه بتقدر تغذي البشره جدا، البشره محتاجه غذاء. فالامينو اسيدز اللي موجوده والفيتامينز اللي موجوده والمينرالز، لان هو مش بس فيه احماض امينيه، انا عندي فيتامين سي مهم قوي، عندي فيتامين اي مهم، عندي المينرالز كمان مع الاحماض الامينيه. المينرالز يعني المعادن، ومنها معدن الزنك. كلنا عارفين قد ايه ان الزنك كمان بيعلي الاميونيتي والمناعه، فبيقدر يعلي مناعه الجلد ضد اي انفكشن او اي التهاب ممكن يحصل. طيب هل في نوع معين من البشره او حالات ما ينفعش نستخدم فيها كريم بينكي اطلاقا؟ كريم بينكي صالح لأي الحالات يعني، وأنا بقول أن كريم بينكي مش لازم نستنى لغاية ما يطلع تصبغات بقى ونبتدي نعالج بكريم بينكي، لا، أنا بقول نبتدي من سن صغير جدا. أنت عندك فترة الشباب بيحصل ديستربنس أو بيحصل شوية تغيير هرمونات، فبيحصل حبوب شباب، فأنا بنصح باستخدام كريم بينكي من سن صغير جدا، من 13 سنة، إن أنا أقدر أخفف قصة الحبوب دي خالص، وأقدر لو الحباية سابت أثر أعالجها تماما. لكن مفيش أي حالة مثلا ما تقدرش تستخدم كريم بينكي. عظيم. نحصل على كريم بينكي منين؟ طريقة حصوله، احنا طبعا خلاص وصلنا لجميع الصيدليات. عندنا حاجة حلوة قوي، ان احنا نقدر نحصل على كريم بينكي من خلال الرقم اللي ظهر على الشاشة. بنشتغل موجود في الصيدليات، وبنشتغل اونلاين ان كيس ان الناس مش حابة تنزل، وان المنتج بيوصل لحد باب البيت في اي محافظة في مصر كمان. عظيم. شكرا دكتورة دينا ابو السعود اللي نورتنا النهاردة. ودلوقتي خلونا نروح لفاصل
ونرجع نكمل حلقتنا.